سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، كما كنقول لكم تكونوا طاب. كما وعدتكم ودائما في اطار السهل والسريع، وكطلبوا مني دائما انني ندير لكم وصفات اللي ساهله يعني واقتصاديه على قد الجيب. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد الاكله اللي ساهله وسريعه واقتصاديه. كما كتعرفوا الاغلبيه ديالنا اننا كنتقداو مره في الاسبوع، وفي اخر الاسبوع يعني كتبقى لنا واحد جوج مطيشات، واحد جوج بطاطات ولا ثلاثه، شويه شيفرون، شويه البصله. وهذا مهم ان شاء الله. بهذاك الشيء غنديروا واحد الاكله اللي غتكون متكامله وتكون مفيده. بقاو معايا وما تمشيو فين، نوجدوا هذه الاكله ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، هنايا كنحتاج واحد الكميه ديال الشيفرون اللي قطعته هكا شويه صغير باش ملي نسلقو دغيا يتسلق ليا، وعندي واحد جوج بطاطات اللي متوسطات، وعندي هنايا واحد جوج مطيشات اللي حكيتهم، عندي واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه المركزه، وعندي واحد البصله اللي متوسطه اللي قطعتها هكا مكعبات صغار، وهنايا عندي ثلاثه البيضات كما كتشوفوا. وبالنسبه للتوابل، عندي هنايا البابريكا والتحميره، عندي شويه سكنجبير، عندي هنايا البزار، وعندي هنايا الكركم او الخرقوم عرق، ومن طبيعه الحال غنحتاج الملحه وشويه الزيت. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب عدد الافراد، يعني على حسب الافراد كل واحد غيدير القياس اللي تكفيه مع العائله ديالو. ودابا غناخذ واحد الكسروله. المهم هنايا غناخذ هاد الكسروله، غندير فيها الشيفرون ديالي، وغنزيد عليها شويه الخل صافي، وغنزيد الماء وغنحطو يتسلق. المهم هنايا ها هو حطيته فوق النار يتسلق ليا، وفي هاد الاثناء غنمشي نقطع البطاطا مكعبات صغار. هنا كما كتشوفوا خديت واحد المقله، درت فيها واحد شويه الزيت. هنا من بعد الزيت ديالي ما سخن غنضيف ليه البطاطا، العافيه غتكون يعني معتدله يعني ماشي مهيله في المقادير. العافيه كما قلت لكم غتكون معتدله، ما تكونش مهيله، حقاش الا درناها مهيله البطاطا غتعجل لينا، وحنا بغيناها تحمر. المهم هنا البطاطا خليتها تقريبا واحد دقيقه بوحدها. دابا غنزيد ليها البصله باش يتحمروا بجوج. هنا غنضيف واحد شويه الملحه، هنا كما كتشوفوا البطاطا بدات كتحمر وطابت، نتوما ملي كنخشي فيها الموز. بقى لي دابا الشيفرون، شوفوا. المهم ها هو الشيفرون ديالي، من بعد ما تسلق صفيتو وعاود قطعتو هكا شويه رقيق.
دابا غنضيفو على البطاطا اللي تحمرات ليا، بالنسبه للمطيشه اللي حكيت غنزيد عليها المطيشه المركزه. صافي نخلطهم بجوج، يعني راه قلت لكم المطيشه المركزه اللي ما كانتش بلاش، يعني ماشي ضروريه. قبيله ما ذكرتش لكم شويه القزبر ومعدنوس، حتى هو غنضيفو هنايا. صافي وغنمشي نخويهم فوق الخليط اللي فوق البوطه. صافي هنايا غنخويهم فوق الشيفرون البطاطا. وغنضيف التوابل اللي ذكرت قبيله، يعني البزار والسكينجبير والتحميره والخرقوم والملحه. راني وضفتها، يعني غنشوف الا كانت خاصه راني غنزيد شويه. المهم غنبقى نحرك حتى ينسجموا العناصر. وهذا هو الشيفرون والبطاطا، شربوا هاد الشرموله اللي درت من الفوق. انا هنا ضقت لقيتها باقا خاصه واحد شويه الملحه، غنزيدها نحركها. يعني هاد الاكله اللي ساهله وبسيطه، وبالنسبه حتى النساء هكا اللي موظفات او الطالبات، يعني راه كتجي سريعه دغيا، يعني كتوجد ما كتحتاج واحد المجهود. صافي هنايا غنضيف البيض، بالنسبه للبيض هنايا كيبقى لكم اختيار، يا اما تحركوهم هكا شويه ولا تخليهم بحال هكا وتغطيوهم وصافي. ودابا يمكن لكم تنقصوا العافيه وتغطيوها وتخليوها هكا باش يطيب البيض، ونعاودوا نتلاقاو. وهنايا في الاخير غنزيد هاد القطع ديال الفرماج ديال لي ساندويش، انا غير كانوا بقاو عندي في الثلاجه، وقلت هكا ندير مقعد غير هاد ثلاثه القطع، قلت هما نزيدهم. يعني راه ماشي بالضروره انكم ديرهم، تقدروا تستغنوا عليهم. صافي دابا غنعاود نغطيهم ونخلي الفرماج حتى يذوب. وها هي الاكله ديالنا، كما قلت لكم سهله وسريعه واقتصاديه في نفس الوقت، ومتكامله، يعني فيها الخضره فيها البيض، يعني وجبه كامله نقدروا نديروها كوجبه غداء او وجبه عشاء. وما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم، واللي باقي ما شاركش معايا في القناه يشارك معايا بالضغط على المربع الاحمر وتفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.